لماذا نحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، والذي ليس في قلبه شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفر كفر أكبر. نعم، لا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة مساوية لمحبة الله، وإلا كانت هذه المحبة محبة شركية. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمحبته عليه الصلاة والسلام، ولأنه عليه الصلاة والسلام سبب لهدايتنا عليه الصلاة والسلام، ولما بذله النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ هذا الدين. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم المشاق وأوذي في الله، ولما آتاه الله سبحانه وتعالى من محاسن الأخلاق والأعمال عليه الصلاة والسلام.